أسمح لي نيابة عن حكومة وشعب السودان أن أشكر حكومة وشعب جنوب السودان ممثلة في فخامة الرئيس سلفا كير ميار ديت على وقوفهم العظيم من أجل الوصول إلى سلام شامل في السودان. كما أسمح لي أن أحيي شركائنا في عملية السلام على إظهارهم الإرادة والرغبة الصلبة لإنهاء الحرب وكتابة تاريخ جديد لشعب السودان. إن توقيعنا على الاتفاق السياسي واتفاق الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار إنما تؤكد على صلابة عزيمتنا ومتانة شراكتنا من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يغير من حياة الناس ويؤسس لعهد خال من العنف والظلم والتهميش. طوال فترة الحكم الوطني في السودان دفع شعب السودان بشكل عام والسودانيين في مناطق الحروب بصفة خاصة أسمام باهظة نتيجة الظلم والإهمال التنموي وعدم الاستقرار السياسي. جاء الوقت الذي ندفع فيه استحقاقات السلام كاملة لنطوي عهود بائسة وشريرة إلى حياة كريمة يستحقها شعب السودان العظيم. نحن نخطو بثبات مع شركائنا في السلام وأصدقائنا الإقليميين والدوليين نحو تلك الغايات التي يبدو أنها ليست ببعيدة وكذلك ليست مستحيلة بإذن الله. وفي الختام أشكر كل اللجان من الطرف الحكومة وطرف الجبهة الثورية أو مسار الحركة الشعبية بقيادة الفريق مالك عقار للمجهودات اللي قاموا بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.